للتحضير. ايوه هو صفحه واحده وسريع وخفيف ولطيف وبشهي. لاتيه مثلج بالقهوه او الايس لاتيه هو عباره عن نص كوب من مكعبات الثلج، نص كوب من القهوه سريعه الذوبان او اسبريسو، كوب حليب سائل من زي ما اتفقنا من المراعي، وربع كوب من الكريمه السائله اكيد تبعت الحلويات. صح، يلا خلينا نفتح مجال نروح نودي صحننا مكانه تشوفوه وتتنعموا بهالشكل الحلو المنعش. ما حدا احسن منك يسوي هاللقمه الحلوه. هيو تمام هيك. وكمان يا ستي العزيزه رح نروح لحتى نحضر على الايس لاتيه. لما نقول ايس اذا في ثلج، والثلج ممكن تحطيه مجروش ممكن تحطيه مكعبات. ببداية الطريق بدنا نحط الثلج مكعبات الكوب ناقص ربع. خليكي معي عشان تشوفي هلأ الطبقات كيف رح تطلع مع الشيف. عشان تطلع معي رح نجيب الثلج. بسم الله. ونعبي المي أو الكوب اللي بدنا نعمل فيه. هيك بكفي ناقص الربع زي ما اتفقنا. بعدين نرجع نعبي الثانية. وبكل كوب بدنا نحط حليب بقد حجم التلج. هاي حليب، هاي كريمة، يلا هاي من عند المراعي. رح نجيب الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. بكفي للنص. يا سلام، اللهم اني صائم. طيب نعبي للنص على التلجات. الله. وبعدين رح اروح اجيب مي مغليه، مش مي فاتره، هو متلج بس لازم مي مغليه لانه غير هيك ما رح يدوب اسبريسو. بتحبي تخليه يبرد براحتك بس جربيه حطيه سخن وادعي لي. رح نحط معلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان لانه انا والاسبريسو مش صعب. معلقه كبيره. يس، انا المرار ما بحبه، وين ما في مرار بروح بهرب. طيب ها شايفه كيف داب معي بسهوله؟ حطي سخن او خليه يبرد براحتك. طيب الحليب لازم نزود شوي. ايوه عشان الصح انه قد الثلجات كوب الا ربع. بعدين رح نحط قهوه سريعه الذوبان ذوبناها بماء مغلي، كوب من الماء المغلي ومعلقه كبيره من قهوه سريعه الذوبان. يا سلام، حطي هيك وارجعي اعملي هيك. الله. وبعدين على الوش ايش بدنا نحط؟ كريمه سائله تبعت الحلويات. مين اللي رح يحملها؟ التلج. صح، حبيت تحطي لك شويه شوكليت. يا سلام يا دمار شامل. مشان هيك لازم احنا نضب العده ونروح ونقول الله يعطيكم ألف عافية، ونذكركم برسالة الـSMS على 90550. تبعتي رسالة فيها رقم 2، ويا رب يا رب أتمنى ما يخلص الشهر إلا والكل ربحان معنا من كل حدا عم يشارك. يعني تكونوا كلكم مسرورين البال والخاطر. أنا بتمنى تكونوا كلكم معنا من الرابحين دائما. يعني دائما بدي أقول ألف شكر لكل شركائنا بمطبخ رمضان. يعني هي مش مجرد مواد محطوطة في مطبخ عم نطلع فيها على الشاشة، أبدا. الموضوع كتير أهم من هيك. موضوع اني انا كشيف استخدم ماده تبيض وجهي وتطلع لي اطباق ولا افخم. الله يعطيهم العافيه ورمضان كريم علينا وعليكم وعليهم، والله اكرم دائما والخير بوجه شاشتنا الكريمه اللي بتجمعنا وبتجمعنا واياكم تحت سقف هالصرح العظيم اللي خرج كثير من الاسماء اللي بتشرف الدوله بالداخل والخارج، تجمعنا دائما على الخير بكل المناسبات. وغدا جهزي لك دبابيس دجاج لانه الحلقه خاص نص بس للكتاكيت الصغار. بدي اسوي لك سطل بروستد بدبابيس الدجاج بس على الطريقة الكورية، طريقة يعني على قولة إخواننا المصريين ما تخرش المية. جهزوا حالكم غدا إن شاء الله بنفس التوقيت، حلقة يوم الخميس الساعة 1:30 لغاية الساعة 3. يكونوا بأمان الله دائما، صياما مقبولا وإفطارا شهيا. نشوفكم غدا إن شاء الله. باي باي.